سوف نتعرف على طريقة وكيفية إضافة الاسم، تغيير الاسم على تطبيق ويبلاي. نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الاسم. هنا سوف نقوم بتغيير الاسم. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا التأكيد. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتغيير الاسم، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. هناك